مع السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاقل بابا خدم زي قلت لي ديك عليش عاقل. جيت تفطر دونك عاقل. انظر بابا كيف يفطر ولا عاقل. شبيك عاقل؟ شبيك عاقل يا حاج؟ ما حليك وانت عاقل. انا كنت تبعتي بجاه ربي بالضبط. ما دام هذيك تبعتك باش نحكي معاك في موضوع. ها؟ باش نحكي معاك في موضوع. سلام خير. باهي. انا باش نذوقك حاجة وانت قولي شنو. بسيسة؟ لا كنتش نمدو بسيسة، ما مش بسيسة، زرير طلع. لا مش بسيسة. بسيسة زيد ذوق. هاي ما عرفت وين امي نجيت قتلي بوك يذوق الحاجه طلع شنو. بس سلامتين نشتيح. هذيك خلطة سحرية. أه؟ خلطة سحرية مخلطة باللوز والسكر والحم الحلوف. ندير نمط على كل الحلوف ما عندينا. لا خلصني. علاش؟ شنو هي مشكل حم الحلوف؟ لا مش يبسقوا. هيا كول. لا يزيني. كول حم الحلوف. بنين حم الحلوف. لا خايب انا عندنا. شي المشكل؟ انا ناكل انا. حرام. عزيز وسد. انا ناكل انا. بيدوق عليا. ذوق عليا. لا رزيلي. ذوق عليا برك. لا ولا ما يلحم الحلوف والله. ذوق وقول لي شنو هاي. قال لي عندي غشاش. تفيح يوم غدو يبصقوا بابا. ذا يتمر. عجبني بابا لعبتي، تعجبني لعبتي انا بابا نعطيه. لا يتمر. خمس وخميس عليك. نسألك سؤال، تو انت كيد الحمل حلوف ولا؟ ها؟ انت كيد الحمل حلوف ولا؟ لا ما كلتش. تو اكلتك. تو اكلتك الحم حلوف. ربي يهديك غزات انت. تو انت قدام العباد الكل كيت الحم حرام. ربي محرم ولا سيد علي اختار منك تي نحله دي. تو انا وياك صحاب راه صاحبي انت ولا
صاحبي ولا صاحبي يا لا بالزعبك أمان غشيتني خده كيما كي نقول لك ما غشيتكش سامحني يا سامحك باهي ما غشيتكش عديتك ما عديتكش الحم حلوه في الحم جربوها انا عندي لمك تعيف انت يا فاتلك معاك فاتلك معاك عطيتك زرير زرير برين الزريره تعبي بير كيب منك شويه بسيسه ها ها منك شويه بسيسه مدلي قالها لاش شويه مش تاخر لا يا مستر اسمني وش يقول لي بسيسة ترى انا بنت بسيسة نارك ولا بسيسة شنو مانا بسيسة سحلية لي تحية للسحل نزيدك بابك الله فيك يا زيني شوية بارك هاي انا وين دو اصحاب ولا هاي عندي صاحب شكون صاحب كل شيء خمس وخميس عليك حاش بك بموضوع شو خير الموضوع يعني باش نحكيهولك تحس في السر ما تقولوا لحد حبس المرنقية كمان حبس المرنقية تعرفوها ب حبس في 9 ابريل ايه خاطري قبلت نفهم فريق كانت حبس يعني من تاعي بعيده علينا دقيقه حبس 9 ابريل هربوا منه 5 مجرمه كبار سفاحين هربوا منه 5 مجرمه شنو نقولوا ارهابيين ما فهمهاش بابا هربوا منه 5 مجرمه اكل الحيه مطول اتويل يبدا بلا مطول لحيته ويقم بالروحه عالم كامل يفركس فيهم شبيك راهو 5 مجرمة كبار راهو واحد فيهم قاتل 50 روح واحد فيهم شامل ياكل في الحمل عبيد يا لطيف يا لطيف الثالث عبيد ريقده وهو دغرهم وقصرهم راسهم يا لطيف يا لطيف الرابع الرابع سرق 500 مليون 500 مليون الخامس حارق ليسي حارق مكتب حرقوا بصغاره يا لطيف يا لطيف هذوما الخمسة هربوا يعني الباب سعدون هربوا بحذانا توا جاتني فكرة وربي يستر ان شاء الله منك استريح يا ربي يا ربي حضر راسي انا ولدك محمد الخمسة مجرمة اللي هربوا يا بابا اغزر لي انا شكون علول وانا شكون انت محمد ولدك عليك نور امي ناجيت مشيت لدار عزيزي تسمع فيا ايه والدار فارغه عندك الخمسه مجرمه اللي هربوا من الحبس سخفوني لقيتهم هاربين من الحاكم سخفوني
خبيتها معنا في الدار. علاء ما عندي لمك يا زلمة. علاء ترى ما عندي لمك. سخفوني يا سخفوني ما عندي لمك يا رسول الله. ترى عليك عليك سفر بلحظة. شبيك خايف انت؟ علاش خايف؟ ايه انا خايف. اسمعني ابعدني ابعدني على شغلي يا بابا. اسمعني، هما يسخفوا مساكن، بيتهم عنا في الدار باش نخليهم شهر بحذاك. لا عندي عندي وديك. بي لحظة لا عندي تكير انا عندي امك. بي اسمعني، هما ما ياكلوش برشا، ياكلوا علوش في النهار. عندين وديك يا بابا. لحظة، أنا ما نقوش ما يلبسوا، عطيتهم حوايجك. حوايجك؟ حوايجك أنت، لبستهم حوايجك. يا بابا، سير مخلوق يا ربي ما عندين وديك. مبدلك معاك، مبدلك. هذولك عندي لمك عواجه تعال استعمل بيهم حوايجك وبرا قد عريق. عندي نوديك يا ربي عليك. مبدلك معك عليك. الله يربحك. مبدلك معك والله، مبدلك يا بابا والله، مبدلك معك. شبيك خويف انتي خايف على حوايجك؟ فماش منها الحكايه، نكذب عليك ما فماش منها. لا بابا مجرم ولا شيء، من الخواف هذايا. مش حاح انت يا نوكل فيك في البسيسة ونضوق فيك. رحمين قلنا عندين امك مبدلك. يا بابا يا بابا لحظة، ما عادش صورت ولا هرب بابا. مبدلك معاك وانت تضرب فيا. مبدلك معاك ما نضرب فيك. خذوا العمالة. اي قلقت قلقت نفدلك معاك. قلقت قلقت كنت خافلك مع بابا. ما يصيرش معاو. لا انت خواف، انت خواف يا العم. نقول لك الحقيقة ملا، نقول لك الحقيقة من غير ما نكلخة. لا الحاكم يفركس فيهم المجرمة ذوما، عاد مشيت تخبيه في دار العياري. خبيت في الغادي، خبيتهم في دار العياري. قلت له هذوما ضيوفي جايين من السعودية. قص الذبينة. قلت له هذوما ضيوفي من السعودية، فرح لي بيهم. بدا يوكل وهو طميع يخسيهم شي يشاديوه فلوس، بدا يوكل فيهم يذبح لهم في العلالش والدجاج. واسمع ويتفزعك بيهم قدام الجيران ويشلق بيه الحاكم. ساعة كان مجرمة شدوا العيال عملوا فرقة وربطوه بحبل وسرقوا له حوايجه، خليوه عريان هكاك. ويزيد يجي الحاكم يلقاه مخبي مخبي مجرمه، يضربوه بمقفوره على راسه، والاخر يضربوه بمطرقه، الاخر يضربوه بسطر الحمام. مسكين عملوا فيه فتريه. اوه من العلول بابا، حوايجه حوايجه ما فدلكش. بالله الذبين خليت الذبين الخليت بصراحه يمرضك والله، تحس روحك منتن. عرفت بيك الذبين هو الناس كل يدور بيهم. علولو قل لك حاجه بابا. انت على دبشك مش حاح بصراحه. علاش مش حاح انت؟ تبعني كذبك على الزبي، فك على الزبي عاد. نسك سؤال، نسك سؤال يا بابا. انا ولدك محمد وتجاوبني بصراحه. تجاوبني بصراحه سيد علي. تجاوبني بصراحه بصراحه. ايه باه. انت بيناتنا مش حاح معنا جيت؟ عيلتي ما جات لعيلتي. اي مش حاح مع ولادك؟ لا مش حاح. ولدك محمد تعطيه فلوس؟ اعطيني اهو. ما عنديش. اخر مره وقتاش عطيته؟ شغل حالي اللي بحث. اخر مره وقتاش عطيته؟ انا اسعد عنايك يا عنايك. قل لي اخر مره وقتاش عطيته خلينا نمشي نقصد ربي. البارحه نسيت. اي ديما تعطيه فلوس انت؟ يا خسر عاد يا زاني.
ارزعني يا بابا لحظة، حتى الهيل يضرب بابا. حب نقول لك الحقيقة، أنا ولدك محمد وما عطيتني حتى مرة فرنك، ديما تنحيلي في فلوسي وتسرق فيا. ليه سي ارزعني وتضرب فيا. ايه ارزعني يا أمي، بابا بك لي 10,000. عندي المديل يا جمس الملك المهدي. باي 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 راح ملك. توصي حاجة مهديز؟ هات بوسة. اي بوسة بلينا عاد. باي باي. مع السلامة. ها؟ مع السلامة. ها؟ مخروض على شكون؟ يا ملك. باي باي.